سيد حتى مع النجم في النجم تربع سياسي في الشيخ تهز البطوله فهمتني، معناتها اللي صارت لي معايا يعني عدة مرات، معناتها على الاقل مناسبتين على الاقل او ثلاثه مناسبات نفس في اخر الموسم النجم يربح سياسي في تهز البطوله فهمتني. ترجي نفس الشيء، معناتها بالنسبه لي الشيخ ديما فريق كبير وفريق عريق ويلعب الالقاب، مؤكد اللي يحب يرجع معناتها في النقاط اللي تتخلف عليهم شويه، مؤكد يقول لك انا مازال عندي الحظوظ نتاعي، مازلت 7 مباريات مش شويه، مش يكون معناتها مباراه حماسيه جدا من الطرفين. ما عندناش بكو دو بليسير، عندنا بلاستيكمون علي المشاني معناتها ما تعرف، فما لاعبين اللي كانوا في المنتخبات نتاعهم على اساس معناتها هشام القربي كان في المنتخب ما كملش تحضيرات معناتها كنا لقيا، وقد ناقص مشي للجزائر ما قد جمع ولا 5 أيام في الجزائر، معناتها سي كيفي معناتها كيف اللاعب معناتها يعمل ديزانتريبيسيون ريبيتي تنجم تجي معناتها ديزاكسيدون فهمتي. مالوريزمون علي مشاني طاح طاح على كتفه كسرت له كلافيكول، ان شاء الله لاباس، على الكل نتعاملوا مع الوضع ما فهم عندي حتى مشكل، اللي باش يلعب هو الطالبي.